قالوا نار السيد ولد اللب ومن تحت كرش الرصاص يذوب، واللي ما يقرع واقب الزمان يعود في الطوابي مقبول. وحديث نقيس، اللي ما يقرع واقب الزمان يعود في الطوابي مقبول. انت عمرك 90 سنه باش مدخل في السياسه، سيب الشباب هذاك، سيب هذاك، سيب هذول، خليه تقيد وخليه سيب. ها باقي شاد الكرسي مش شايب بيه. قال سعيد قال لهم ناس صيد ولد اللبة ومن تحت كرش الرصاص يذوب. تعرف الرصاص كي تعدوا قدام قال سعيد ما تضربوش يذوب من الرجولية لعند. والله جانا سيدي رئيس حزب التجربة، جا غادي التجربة. والله والمواطنين ركزوا استنى فيه بس تحكي له على وضعية. والله الحكى معاه مشى طول عملوا له عشاء كسكسي ولحم ومشى وحقرهم وخلاه. والله حقرهم ومشى ومشى تعشى الكسكسي واللحم. هذا انا باش ننتخبك معلش ننتخبك انت ما زلت ما وصلت حتى شي حقرت. اذا انت قد وشد لي رئيس هاتوا كلا بيثاب هنا هنا هي هي قالوا ما بعد مكة عبوس بيبيت. اي هي 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 اول واحد كلمت على الجمعية. نعم جمعية المشبوهة؟ اي اول واحد قام مسجل عندي اول واحد كلمت سيحوا سيدي الجمعيات الجمعيات وجو غادي عنا للبلاد وجيت انا لهنا وشكيت به شين الجمعية ولك جمعية ثم دولة جمعية كنت تصرف على وزارة الشؤون الاجتماعية بس عندك عانيت وعندك حاجة بتستعطيها للعباد ولا واحدة كوي تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ماكش تمشي تشرب بها في الاصوات تاع العباد تشرب بها في الناس شبيك راهو شيخ قنار قنار كبيرة والله كان نحكي لك يعني يلموا في الفلوس من اوروبا ويجيو يستعملوها في الانتخابات يستعملوها في الانتخابات اي يستعملوها في الانتخابات مالو شنو مالو شيء عندك دليل محمد شوف خويا انا بالله الذي لا اله الا الله نهار وانت تعدي غادي في الميكرو وجي وقتها من سيرة النهر وانا نعرفهم ولاد بلادي ولد بلاد ما عندوش باش يشري خبز رسول الله باش الكب 25000 جا لهنا شكون عطاه؟ ولا كيما نحكي لك شكون عطاه الفلوس؟ جا لهنا ولا ويجر يعني الناس معناتها اللي يعطوهم الفلوس باش يجوا يجوا مظاهرات لهنا ما يدريش على روحه حتى وش باش يحكي مش داري حتى على شيء هاك ضرب 100000 واركب واركب اركب ويجر هنا يا اخي تو معقول هذايا مش معقول هذايا والله والله لو كان توقع مظاهرة لما نجي نوريهم لك بالواحد وتعيط هي ايش هيز انت هنا هات بطاقة تعريف انت تفركت ما تلقاش عنده حتى دوره يحضر يلزم يحضر في هنا في البوانتاج وكي يرجع بيخلصوه سو فاهم ولا كي يرجع يخلصوه يا ولدي راه ما شبيك يا ولد عمي يا ولد عمي يا ولد عم راه تعبيهم قايس تعيط قال لهم نصير ولد اللب ومن تحت قرش الرصاص يذوب ولا ما يقرع واقب الزمان يعود في الطوابي مكبوب يا بابا عاودي قال سعيد قال لهم ناس صيد ولد اللبة اي ومن تحت كرش الرصاص يذوب تعرف الرصاص كي تعدوا قدام قال سعيد ما تضربوش يذوب من الرجولية لعند اي معناتها ما يخافوش هذوما قبل معناتها تاع المقاومة اي قالوا ناس صيد ولد اللبة ومن تحت كرش الرصاص يذوب ولا ما يقرع واقب الزمان يعود في الطوابي مكبوب وحديث نقيس اللي ما يقرع واقب الزمان يعود في الطوابي مكبوب، انت عمرك 90 سنه باش مدخلك في السياسه، سيب الشباب هذي، سيب هذاك، سيب هذول خليه تقيد وخليه سيبهم، ها باقي شاد الكرسي مش شايب فيا. ايه انت قلت لك كبار يفك عليهم السياسه، وانت ايش تعمل؟ هاك انت تتكلم. لا نتكلم على الظلم وعلى الفساد. الظلم والفساد. الظلم والفساد، انا جيت مره البلا قناع وجيت وعندي مسجل. قلت لها تفضلي معايا. وقت السكر مفقود والزيت مفقود قلت لها تفضلي معايا انا نهزك ندخلك للحدود ندخلك انا الدبوات انا في تونس انا قدمت قلت رئاسة ندخلك في تونس انا وتشوفي الدبوات وتشوفي انا نعرفهم راهو يمشي له للمعمل نتاع سميد ولا نتاع سكر طف قد ايه اخوي سلعتك 200 مليار تفضل خلي السلعه غاليه توري في هنا السكر مش موجود والزيت مش موجود والفرين مش موجود السميد فارع فارع وحده مسكين سقاي سعيد سقاي سعيد فارع فارع وان شاء الله ربي معاه ولا ربي معاه رد بالك شبيك ها كي ربي ما يخزرش للزواوله ما يخزر له ما يخزرش للشعب المقاود ما يخزر شبع الرئيس به فهمت يراعيه ويشوف الظروف ويشوف برشا حاجات فهمت ولا جانا واحد
ما يربحوش. الاحزاب كلها بعض. لا 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 استنى بعد عامين اخرين بستات احزاب اخرى. تنتظر الحساب هذيك. والله جانا سيدي رئيس حزب التجروي، جا غادي التجروي. والله والمواطنين كذوار استنى فيه بستحكي له على وضعيات. والله الحكا معاهم. مشى طول عملوا له العشاء كسكسي ولحم ومشى وحقرهم وخلاه. انت جيت غادي البلاد، ما ناس البلاد مش بيك؟ مش بيك بابا تفضل صحيح ولا لا؟ وانت مش بيك؟ باش يحكوا له على مشاكلهم وعلى ظروفهم واحد وكل. والله حقرهم ومشى تعشى الكسكسي واللحم. هذا انا باش ننتخبك. ما ننتخبك انت، ما زلت ما وصلت حد شيء حقرت. قلت لك والله زلت تجروي وقعدت في قابل تاع البرجوا. والفقراء تستنى فيه البرة باش تحكي له على مشاكلها. حقرهم ومشى بنتي. هذا تونا باش ننتخبك. هذا انت قد وتسد لي رئيس. هاتوا الكلاب يثعلوا. قالوا ما بعد مكة عبوس ببيت. هي والله بالحق والله بالراس وراس سيلة هي مش سيلة ساعه قدام ربي راك مسؤول راك مسؤول علينا نحن وراك حطيت يدك على 60 حزب فهمتي ولا لا بنتي والدنيا فيها الموت اقرا حساب ربي غدوه وشفناهم 20 رئيس ظالم كيفاش ماتوا موت سريع فهمت ولا ان الله يمهل ولا يهمل فهمت ما يهملش حقك قليل وحقك الزوال وحق المقاود هما يحكوا تلقاهم هما في السبيطارات فهمت الرازم يحبوش يا راه اي يحبوا العصار يحب اي فهمتي ولا يمسك عز رئيس دولة عز رئيس دولة اي عز رئيس شوف قايس اعز رئيس وانضب رئيس وما يتكلمش وكل مره واحد صحافي علينا في ذكره قال قايس سعيد اخويا في الثوره ما ثمش يا المعلم انا باش نقول لك حاجه وانت وينك في الثوره والسياسيين كلهم وين في الثوره ما ثماش هما وقتاش خرجوا هما خرجوا لك 14 جانفي يظهروا هنا اما وقت الرجاله قاعده تموت في بوزيد وتال وقصرين وتجروين كرتوشي خيط والرجالة قاعدة تموت الله يرحمهم هم ما خرجوش ما شو يجي ما دفعين العزر ناراني نعرف لا شو يجي بنت ناراني ولد تونس فهمتي ولا لا ولد تونس كانت تنس كلاب تدخل الداخل الكوليزي عيدك اليمين الموتسيقي تا محلول كانت غادي شنا كبار هذي تلم فيها كان صحفي فهمتي ولا لا والله كيف نحكي الصباح انت فيه في العشرة دار يسب فيك يتبدلوا كم البوية اقسموا بالله قسطيليا هنا في ناس فلسطين قسطيليا اقسموا بالله كانت الاذاعه غادي تلموا غادي يقعدوا غادي فانت ولا لا بيع ضميره.